رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الألمانية بالقاهرة دكتور أشرف منصور بيواظب كل سنة على وجود الامبلويمنت فير اللي بيكون فيه شركات كتيرة جدا بتدور على كواليفيكيشنز وسكيلز معينة مش موجودة غير بس في طلبة الجي سي. زيادة عدد الشركات ده مؤشر كبير قوي على ان الاستثمار بيوسع، معناها ان عندي شركات مستقرة، وبرضو احنا بنشعر بسعادة ان احنا بنخدم الاقتصاد الوطني عن طريق الخريج العالمي اللي على المستوى العالمي اللي موجود عندنا. عندك جامعة واحدة من اكبر 10 جامعات في العالم، جامعة ميونخ التكنولوجية، دي من التوب 10 في العالم واول جامعة، احسن جامعة في المانيا، موجودة هنا ممثلة وراك على طول. عندك جنبك اف يو برلين، عندك الماربورغ، عندك شتوتغارت، عندك توبينجن، عندك انترناشونال بزنس سكول، عندك شتوتغارت، عندك اولم. الجامعات الكبيره دي كلها جايه هنا وبتقدم منح للطلبه وبتقول لهم تعالوا احنا عايزينك. عندنا تعليم عالمي، ده ثمار تعاون ما بين دولتين مصر والمانيا، ده بيمثل العلاقات الوثيقه بين مصر والمانيا. عندي شعور بالفخر بالمنتج، بالتعاون العلمي. بنشكر كل المتعاونين والدعم السياسي اللي واخدينه من دولة مصر ودولة ألمانيا ان احنا نوصل اللي احنا وصلناه النهارده. الشركات كلها اللي اتكلمنا معاها بتقول ان هم جايين مبسوطين، بيستنوا اليوم ده لان هم بيقابلوا طلبة مختلفين عن كل الطلبة بيقابلهم، ناس مؤهلة، ناس بتتكلم لانجوج كويس، بتعبر عن نفسها كويس، متعلمة كويس، عندها طموح. فهم بيقولوا احنا بنحاول نوصل لهم وانتوا بتدونا الفرصة ان احنا نكون موجودين في ارض الجامعة عشان نوصل الاولاد بسهولة. احنا دايما وي تارجت توب يونيفرسيتيز فور يعني تو هاف اور pool of applicants. يعني جامعة من الجامعات طبعا القوية جدا في السوق المصري اللي بتعمل outputs للstudents بكواليتي عالية جدا. دايما بنيجي جي سي عشان بنبقى عايزين ناس technical زي سي اس وبي اي ودي ام اي تي. They're always يعني different بيبانوا honestly in the interview process. They're usually more prepared. Good calibers in general. أنا كنت جي سي، أنا من زمان شوية كنت 7 داش. عندنا في أورنج في بيس كبيرة جدا من الجي سيينز يعني، وابتدينا نكتشف باي تايم إن الكاليبرز بتوع جي سي كويسين جدا. إحنا بنيجي الجي سي ليه؟ عشان إحنا عارفين إن جنب الأكاديميكس الجي سي بتشتغل على الستودنتس من ناحية حاجات زي سوفت سكيلز أند انتربرسونال سكيلز، دي حاجات إحنا بنبقى محتاجينها بالنسبة لنا في اتصالات. من اكتر الكاليبر اللي بيبقى هارد وركر يعني اكتر من اي جامعه. الجامعه عندنا بتعلمك ازاي تبقي يو هاندل ا لوت اوف تاسكس مع بعض، ازاي تو مانج يور تايم، بيبقى عندك برزنتيشن سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز. فانا بصراحه اي اول جامعه حته ان انا اعرف اخلص كل حاجه في نفس الوقت.